التوحيد الحاكمية على الأقسام الثلاثة المعروفة مشروع أم مبتدأ؟ ولماذا يقال توحيد المتابعة ولا يقال توحيد الحاكمية؟ جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، تقسيم التوحيد إلى ثلاثة أقسام التي هي توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات، هذا هو التقسيم الصحيح. وتوحيد الحاكمية الذي يطنطن به أصحاب الحزبيات هو داخل في توحيد الألوهية. إذا توحيد الألوهية هو أن يوحد العبد ربه بفعله، بأن يكون الله سبحانه وتعالى هو المقصود في الحوائج الذي يطلب منه جلب الخير ودفع الشر. هذا هو توحيد الألوهية. ومن أجل هذا فإن الواجب على المسلمين أن يحكموا شرع الله عز وجل في أنفسهم، في دمائهم، في فروجهم، في أبشارهم، في أعراضهم، في أموالهم، في كل شيء منهم. والله سبحانه وتعالى هو الذي خلقهم وهو المتكفل بأرزاقهم، وهو الذي أحياهم وسيميتهم وسيحاسبهم على جميع ما فعلوا، فلا يجوز أن يطلب من أحد سواه، لا يجوز أن يطلب من أحد سواه شيئا لا يقدر عليه إلا الله، إلا هو سبحانه. ولست الآن بمثابة التوسع في توحيد الألوهية، ولكن ببيان أن توحيد الحاكمية وداخل في توحيد الألوهية. والله سبحانه وتعالى أمرنا بأن نتحاكم إلى شرعه من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم دون سواهما. أما توحيد الربوبية فهو أيضا توحيد الله عز وجل بأفعاله التي هي الخلق والرزق وما أشبه ذلك، علما بأن توحيد الربوبية لا يرسل أحدا في الإسلام ولم ينكره أيضا معظم الكفار، ومن أنكر شيئا من ذلك فإنه في إنكاره كاذب. والله سبحانه وتعالى يقول عن فرعون وقومه: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. أما توحيد الربوبية، أما توحيد الأسماء والصفات، وهو أن يوحد الله عز وجل بالأسماء التي بينها وأخبر بها عن نفسه، والتي بينها
وأخبر بها عنه رسوله صلى الله عليه وسلم هذه الأسماء وهذه الصفات يجب أن تعطى لله سبحانه وتعالى دون سواه. ومع ذلك يعتقد بأن كل اسم لله عز وجل فهو منفرد به، وإن شاركه غيره في الاسم فالحقيقة تختلف. فلو قلنا الملك مثلا، لو قلنا هذا والمراد بالملك هو الذي الإمام الذي له البيعة وهو بشر تولى وسيتولى غيره عندما يموت أو ينتهي وقته الذي له من الله. أما إذا قلنا الملك مقصود به مالك السماوات والأرض وجبار السماوات والأرض، فهذا هو الذي له ملك كل شيء سبحانه وتعالى. لله ملك السماوات والأرض ومن فيهن، وهو على كل شيء قدير. وقد تبين بأن توحيد الحاكمية أمر مبتدع ابتدعه أهل الحزبية. نعم. ولماذا يقال توحيد المتابعة ولا يقال توحيد لأن توحيد المتابعة المراد به أن يكون العباد كلهم تابعون للرسول صلى الله عليه وسلم، تابعين لرسول الله صلى الله عليه وسلم دون سواه. هذا هو. فأحيانا يذكر هذا وأحيانا لا يذكر. أحيانا يذكر فيقال توحيد المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم، وما اختلفتم فيه من شيء وحكمه إلى الله. والله سبحانه وتعالى يقول ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. نعم.